نبدأ الليلة من سوريا، حيث فتح استهداف تفجيرين لمزار ديني في دمشق باب التأويلات والأسئلة بين أطراف الأزمة. من هم المخططون؟ ومن المنفذون؟ ما هو الهدف؟ ومن المستفيد؟ وفي خارطة صراع معقدة وممتدة على طول الجغرافيا السورية، يصعب التحكم بخيوط المشهد والجزم بهوية المتهم، لكن الأكيد أن للتفجيرين تداعيات ميدانية وسياسية، كما أن كثيرا من الفاعلين سيتخذون من الحدث الدموي مطية للتصعيد ومزيد من التعقيد. حي الشاغور في قلب دمشق يحترق بانفجارين متزامنين. بحسب المرصد السوري فإن أحد التفجيرين نفذه انتحاري، بينما وقع الهجوم الثاني بعبوة ناسفة. التفجيران استهدفا حافلتين كانتا في المنطقة تقلان زوارا عراقيين، ما أسقط عشرات القتلى والجرحى منهم. الهجومان وقعا تحديدا في منطقة باب مصلى التي تعد مقصدا للزائرين سيما الشيعة، إذ توجد العديد من المزارات الدينية. الاعتداء يعد الأكثر دموية في العاصمة السورية منذ فترة، لكن سقوط هذا العدد من القتلى وجلهم عراقيون في قلب دمشق يعطي الاعتداء بعدا آخر. الهجومان كان لهما وقعهما في بغداد، حيث شكلت السلطات في العراق خلية أزمة لمتابعة التطورات مع السفارة العراقية في دمشق. أما الخارجية العراقية فاتهمت ما وصفتها بالجماعات المتطرفة بالوقوف وراء الهجوم، كما طالبت بغداد المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم تجاه الجماعات المتشددة. قد يزيد هذا الاعتداء الدافع لزيادة الضربات العراقية ضد داعش في سوريا، حيث نفذت بغداد أخيرا بالفعل ضربات ضد التنظيم قرب الحدود السورية. لكن من وجهة نظر البعض فإن أطرافا عراقية قد تستغل هذا النوع من الاعتداءات لزيادة الاستقطاب الطائفي. أما في سوريا فهذا الاعتداء قد يقوي مزاعم النظام بشأن ما يعتبره مواجهة يخوضها ضد الإرهاب. كذلك فإن دوي انفجار حي الشاغور في كل من دمشق وبغداد قد تدفع لمزيد من التقارب والتنسيق بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالجانب العسكري والأمني. ولمتابعة أبرز التفجيرات التي هزت العاصمة السورية دمشق على مدى السنوات الست الماضية، نعود إلى سامي وهذه الخارطة المفصلة لكل الهجمات التي تضرب هذه العاصمة المحصنة أمنيا من ناحية النظام. حاولنا أن نجمع في خلال هذا العرض روبير عدد من الهجمات التي ضربت العاصمة دمشق منذ عام 2011، من بينها استهداف لمزارات شيعية. نجمل أبرز هذه التفجيرات، طبعا أولها كان وقع في نهاية 2011، حيث استهدف تفجيران متتاليان منطقة كفر سوسة. في 6 يناير 2012 قتل 26 وأصيب نحو 50 في تفجير انتحاري في حي الميدان وسط العاصمة السورية. في 10 مايو 2012 وقع انفجار ضخم هز منطقة القزاز عبر تفجير بسيارتين مفخختين يعدان الأضخم في تاريخ التفجيرات في العاصمة على مدى سنين الحرب السورية. في يوليو من عام 2012 كان التفجير الأقوى سياسيا والذي استهدف مبنى الأمن القومي السوري وأسفر عن مقتل وزير الدفاع داود راجحة ونائبه آصف شوكت ورئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار ورئيس خلية إدارة الأزمة حسن تركماني وإصابة وزير الداخلية محمد الشعار. في نهاية عام 2012 ضرب تفجير انتحاري عبر وضع عبوتين ناسفتين بين سيارات خلف القصر العدلي بدمشق، لينتهي عام 2012 بأكثر من 10 تفجيرات في العاصمة. وفي 21 مارس من عام 2013 فجر انتحاري نفسه في جامع الإيمان القريب من حي المزرعة، ليتضح أنه استهدف الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي الذي قتل مع حفيده وعدد من المواطنين الذين كانوا يحضرون درسه المعتاد في الجامع جامع الإيمان. مع بداية فبراير من عام 2015 وقع تفجير انتحاري استهدف حافلة تقل زوارا لبنانيين وإيرانيين في منطقة الكلاسة بالقرب من قلعة دمشق.
وفي 30 يناير 2016 ضرب منطقة السيدة زينب تفجيران متتاليان، وبعدها بثلاثة أسابيع ضربت 4 تفجيرات متتالية شارع التين في المنطقة التابعة لريف دمشق. ونتحدث أيضا عن نهاية 2016 الذي شهد أكثر التفجيرات إجراما، والذي أثار صدمة كبيرة للسوريين بعد أن قام مسلح بتفخيخ ابنته البالغة عمرها 7 سنوات وتفجيرها في قسم شرطة الميدان. عموما هذه أبرز تفجيرات، ولكن هناك العديد من التفجيرات تتم بين الفينة والأخرى، لكن اللافت هو استهداف المزارات الشيعية، والكثير من يضع علامات استفهام لماذا المزارات الشيعية بالتحديد. تحديدا الدور الذي طلع به حزب الله بداية مع دخوله لمساندة النظام، وهو قال إنه ذهب إلى سوريا لحماية هذه المقامات والمزارات الدينية ونتابع هذه الخروقات المتتالية. ينضم إلينا من بيروت مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات خالد حميدي، أهلا بك عبر سكاي نيوز عربية. ليست المرة الأولى التي يحصل فيها هكذا خرق أمني وفي عمق هذه المزارات، والتي يعني تحاط بتحصينات محكمة فعلا، هل السبب هو يعني التراخي أم ربما خيانة أو انشقاقات جديدة ولا يفصى عنها؟ أعتقد أنه هذه التفجيرات يعني طبعا هي لها دلالات، وهي لغة معتمدة في كافة الحروب الأهلية لا سيما في المنطقة يعني لتوجيه الرسائل، ولكن لا يمكن إجمال كل هذه التفجيرات طبعا أو إدراجها تحت عنوان واحد، وإنما لكل تفجير ظروفه ولكل تفجير يعني العوامل الأمنية والسياسية المحيطة به. إذا أردنا أن نحلل أو يعني نلقي الضوء على الانفجارين اللذين حدثا في دمشق، طبعا هناك عدة احتمالات أو عدة قراءات لهذا الموضوع. نحن نتكلم عن انفجارات تتم في قلب العاصمة دمشق، حيث النظام لديه التواجد الأمني الكبير. لنحاول يعني بعيدا عن القول أن هناك فشلا أمنيا، أعتقد إذا كان يعني نريد أن ندلل على الفشل الأمني في دمشق أو في سواها من العواصم العربية التي تشهد أحداث، هناك إمكانية يعني لعشرات التفجيرات، لأنه طبعا الأمن متفلت والبلاد تمر بظروف صعبة وهناك خصومات سياسية وإلى ما هنالك. أنا أعتقد أن التفجير في دمشق الآن له دلالة أن النظام يريد القول أن الإرهاب ليس موجودا فقط في منبج وفي الرقة، بل هناك إرهاب كذلك في قلب العاصمة دمشق. وهذا يعني أن إذا كانت الولايات المتحدة أو تركيا أو المناخ العام يحاول إقصاء النظام السوري عن قتال الإرهاب في الشمال، فالنظام يقول أنه يقوم بدوره في مكافحة الإرهاب أو يتعرض لهجمات إرهابية في دمشق، والدليل هذان الانفجاران. يعني هذا يعيد دمشق إلى الواجهة كعاصمة مهددة كذلك بالإرهاب، وأن النظام مستهدف أو العاصمة سيد خالد تزال ترمز. هل نفهم من كلامك، اسمح لي، مهددة كذلك؟ نعم. هل نفهم من كلامك أن النظام هو الذي يتحمل ما وقع في 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 هذا التفجير، وأصابع الاتهام موجهة إليه؟ هذا احتمال وارد، هذا احتمال وارد كثيرا، هذا احتمال وارد كثيرا، لأنه يمكن هناك تفسيرات أخرى وإنما سنأتي عليها. ثم إذا أردنا يعني هذا يعيد النظام إلى الواجهة كجهة معرضة للإرهاب، وإذا أخذنا التفجير بمعنى أنه تفجير موجه ضد زوار شيعة يقومون بزيارة إحدى المقدسات، فهذا كذلك يعني يصب في نفس الخانة، ويقول أنه ليس طبعا يعني أصبح اليوم المنح الدولي وكأن إيران هي التي تصدر الإرهاب إلى العالم السني. اليوم يأتي هذا التفجير ليقول كذلك الشيعة يتعرضون لهجمات إرهابية، وكذلك الشيعة هم من الأهداف التي يعني التي تستهدفها هذه التفجيرات، وبالتالي يعني هناك إعادة إنتاج بشكل أو بآخر بأن الإرهاب لا يمكن إلحاقه فقط بإيران أو بالشيعة. وهذه الحجة تحديدا التي كان يلجأ إليها سليماني، أيضا الميليشيات العراقية في سوريا، حزب الله اللبناني،
كان دائما هذا هو المبرر وهذه الحجة بأن الإرهاب يضرب أيضا هذه المزارات وهنالك ضرورة لحمايتها. هذا صحيح، وإذا ذهبنا أبعد من ذلك، يعني إذا نذهب إلى الميدان العراقي، ربما يمكن أن نصل هذا التفجير بمؤتمر اسطنبول الذي عقد يوم الخميس، يعني منذ يومين، والذي ضم شخصيات سنية كانت تحاول أن تجد صيغة أو تحاول أن تشكل مكون سني آخر غير المكون السني الملتحق بالسلطة بالعراق أو الذي ليس له دور بالعراق، للقول أنه ما هو مثلا مصير نينوى أو ما هو مصير كل المناطق العراقية بعد التحرير. وطبعا أثار اجتماع اسطنبول حفيظة الحرس الثوري الإيراني أو الحشد الشعبي، وأثار حفيظة مجموعة من الشخصيات الشيعية في العراق، وربما يعني يكون هذا من الرسائل التي يمكن أن يتم تبادلها باستهداف شيعة عراقيين من قبل سنة في خضم هذا الخطاب المتصاعد. طيب، على أثر سنبحث هذا يعني الملف الذي تطرقت إليه بعد قليل، هو الملف الثاني في هذه الساعة. تفضل سامي. نعم سيد خالد، يعني قبل أيام استمعنا لحيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي يقول بأننا سنحارب الإرهاب خارج حدودنا، بمعنى إذا كان هذا التفجير استهدف زوارا عراقيين إلى أي مدى ينعكس على التنسيق الأمني بين بغداد ودمشق في المرحلة المقبلة برأيك؟ يعني التنسيق بين بغداد ودمشق قائم، وهو طبعا مرشح لأن يتطور أكثر فأكثر، لأن القاسم المشترك بين السلطة في دمشق والسلطة في بغداد هو الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي والمنظومة الإيرانية الأمنية. يعني نحن ندرك تماما ما هو ثقل الوزن الإيراني على القرار الوطني العراقي، ندرك تماما مدى يعني تدخل الميليشيات الإيرانية في كل العمليات العسكرية، وعجز الحكومة عن وضع حدود الحشد الشعبي برغم كل مطالبات المواطنين السنة وغير السنة، حتى بعض الشيعة، وحتى في موارد يعني في خطاب مقتدى الصدر أنه خروج جميع الميليشيات غير العراقية من العراق. وطبعا في سوريا هناك يعني يتحرك أكثر فأكثر الجهد الإيراني الذي طبعا يبدو أنه ينكفئ عن منصة موسكو وينكفئ في اللقاءات التركية وينكفئ عن الشاشة الأمريكية إذا أردنا القول. فربما يكون يعني هذا الخط الذي البياني الذي يصل النظام في بغداد بالنظام في دمشق عبر المكون الإيراني الأمني ربما هو مرشح كذلك للتفاعل أكثر فأكثر، المستفيد من الحالتين في دمشق وفي بغداد طبعا هو المكون الإيراني. كيف تتعاطى يعني وسائل الإعلام السورية تحديدا مع هذا الملف، دائما يعني التقليل من التداعيات ومن ثم استخدام هكذا تفجير أو هكذا هجمات أيضا في هذه الحرب النفسية إن كان على السوريين، وأيضا الاتهامات لعدد كبير من جهات وفصائل المعارضة ومن ثم التبرير لاحقا؟ نعم، يعني أعتقد أنه مفاعيل هذا التفجير واستثمار هذا التفجير ربما يمكن وصله طبعا بما يجري في حمص إخلاء يعني حمص بالاتفاق الذي يعني يتم حاليا في حي الوعر في حمص، ومحاولة إخلاء المسلحين الذين لازالوا يتواجدون في الحي الأخير من حمص وإخلاءهم باتجاه إدلب، وهناك نوع من الإنذار الروسي لهؤلاء بضرورة الإخلاء برغم موافقة المسلحين على الخروج ولكن بشروط وبعد مهلة زمنية من 3 إلى 6 أشهر. ربما يكون ردة الفعل كذلك عملية ما على إدلب، ربما يعني اليوم إذا نجحوا في إخراج المسلحين من حمص كما نجحوا في مجموعة مصالحات في محيط دمشق وذهبت المعارضة إلى إدلب، ربما تصبح كذلك معركة إدلب يعني لقمة سائغة وسهلة، أولا كونها ليست موجودة
على المناطق التي يعني يضع عليها الأمريكيون نوع من حق النقد بأنها بأن لا تتعرض لعمليات عسكرية، ربما هذا كذلك يعود فيعوم دور النظام ويحقق له مكسب عسكري في هذا التجمع يعني المناوئ لدمشق والذي يتجمع في إدلب، وربما يكون هذا الهجوم يعني بيستثمر به الإيرانيون لفك الطوق عن كفرية وعن الفوعة، يعني كل الاحتمالات مفتوحة. سنشهد ربما كيف سيتم استثمار التفجيرين اللذان حصلا في دمشق في على كامل المساحة السورية، وسيما أننا نجتاز يعني الأيام المقبلة، العشرة أيام المقبلة هي مستحقات لاجتماع في أستانا، لاجتماع في جنيف، ولاجتماع الدول المشاركة في التحالف الدولي، يعني أيام تزخر بالمتغيرات. مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات خالد حميدي، كنت معنا من بيروت، شكرا لك. فعلا هذه النقطة، بعيدا يعني الجهة المخططة أو المنفذة، من المستفيد وكيف يستثمر هذا التفجيرين في هذا المرقد الديني لتحقيق مكاسب، وتحديدا كما أشار ضيفنا إن كان في إدلب أو حتى في حمص وأيضا في ريف حلب ومنبج، وهذه الصراعات الدولية قد يستفيد نظام روبير كما قال ضيف، ولكن هناك من يهمها استهداف المكون الشيعي، وهناك طرف ثالث من يدق أسفين بين المكونين الشيعي والسني في العراق لمزيد من الشحن الطائفي. وفعلا المحزن استخدام يعني حملات الحج والحجاج كوقود لهذه الحرب السورية. شكرا سامي.